مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مداني موسيب بيح عبدي ايا كوران غارا غسرق مدحتوية دا سومالي لان قولي يشي قدومياش اللبادة حسب معارض اي دلكن جمهورية دا سومالي لان اي اوعد اي وضاني مدني انجينير فيصل علي ورابي اي مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحانو كولان كان يدبس عدي كولا مهوري او اي وضيشين مدحدة اسعابت معاردك اي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان وحانا مهيمدا لغالها اي هايد سيد معارض محافظ باللوغو وده شقين لها دانتا قود ميلا لوغسو وده چيسن لها سيد لوغا الرسل لها نبت قليادة دلكن شموريادة سومالي لان قودة ايه ديبت با اندر ديرادان اللوغا يلن لها نبت قليادة قود معارض ايه محافظ با حكومت ايه شعبي با وحيابها كلا ايه كولان كان ديرادة لغو سارينا وحاكمي دها سيد وده چير لوغا وده شقين لها حلوين الليسكاقة ساري لها qabsoomid doorashooyinka dalka ku soo waajahan iyadoo laga wada shaqeynayo arrimaha la xiriira abaaraha ka soo cusboonaaday gobolada dalka Soomaaliland kamid ah si xeel dheerna waxa loo lafa guray qorshaha guud ee laga hortagayo abaarta dalka soo waajahday kulankan dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka asxaabta mucaaridka ah ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa goobtoo ka aha madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan عبد الله إسماعيل سيلعي وشيركة أرمها قدها سومالي مدن محمد كاهن أحمد إيا سياسة عبد عسيس محمد سمالي أو قطر سنحس بيقى كل مياه كلان كان أيا كسور دمادي تشوي إسقف قرادة وحان مدحوينها إيا قدومياش حسبيادة قرانكو إسلا قرتين إن مهيمد دا قارة لسيو دانتا قود إيا قرانك سومالي لان إسلا مركانا ميل لوغا سوودة چيستو هورو مرينتا قرانكان جمهوريادة سومالي لان ردوان عايديد إسماعيل أكيد تلفيشكا قرانكا جمهوريادة سومالي لان حرونتا مدحتويدة سومالي لان